احمد الشيخ. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام، يسعدني ان يكون معي في هذه الاثناء واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم المباراه احمد الشيخ. كابتن احمد، محطه من المحطات الصعبه، ونقدر نقول واحده واحده النادي الاهلي بيقترب من حسم البطوله. النهارده كانت مباراه صعبه امام المصري، لكن الران دايما بيبقى على شخصيه لاعبي النادي الاهلي وقدره لعيبه النادي الاهلي على تجاوز الكباب بسرعه. تحياتي ليك طبعا، تحياتي الكابتن ايمن والكباتن في الاستوديو. الاول بنحمد ربنا عز وجل على الماتش النهارده وثلاث نقاط مهمين جدا، هيقدروا ان شاء الله يعني الماتشات اللي جايه كده نقلل فيها باذن الله، نقلل عدد الماتشات نقدر نكسب فيها باذن الله وننهي الدوري في اقرب وقت. فبنحمد ربنا ومبروك للعيبه. كابتن احمد، الجماهير كلها متابعه، بقول لك الاهلي بيوصل كتير لكن ممكن بنضيع كتير، شايف الامر ده ازاي؟ اكيد طبعا طبيعي الفرص دي بتبقى اول شيء طبعا بتوفيق ربنا عز وجل، يعني اكيد لو في توفيق من ربنا الكره هتدخل لوحدها يعني. بس احنا بنشتغل كويس ومع المدرب وطبعا مركزين، طبعا اكيد ما فيش حد بيبقى عايز ان هو يضيع، بس ان شاء الله التوفيق يجي باذن الله في الماتشات اللي جايه باذن الله، واهم حاجه ان احنا بنكسب يعني. احمد، بعد مباراه الزمالك كان الرهان دايما على شخصيه النادي الاهلي، وان المباراه وعدت فوز في الوقت الدقيقه الاخيره على الجونه ادى ثقه اكتر، رفع من معنويات اللاعبين. النهارده بتحقق فوز اخر، دايما بنتكلم على ثقه لعيبه النادي الاهلي وثقه الجماهير في لعيبه النادي الاهلي. اكيد طبعا انتم شايفين يعني الظروف الصعبه اللي مرينا بيها في ماتش الزمالك، طبعا يعني سوء توفيق كبير جدا باصابه كام لعيب مؤثرين. ظروف الماتش كمان يعني اعتقد لو كان في الشوط الاول في كام فرصه قدرنا ان يكون في توفيق ربنا فيها كان الماتش هيبقى مختلف عن كده، لكن طبعا يعني متعودين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندهم شخصيا ان خلاص يعني الماتش بينتهي خلاص بنفكر في اللي جاي، مش هنقعد نبص ورانا وعندنا ماتشات مهمه الفتره اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها باذن الله. المرحله القادمه مرحله صعبه، عندنا مرحله حسم دوري، عندنا مباراتين دور نصف النهائي امام الوداد، شايف المرحله ازاي؟ اكيد طبعا زي ما بقول يعني المرحله اللي جايه صعبه جدا، عندنا ان شاء الله مركزين دلوقتي في ماتشات الدوري ان احنا نقدر نخلص الدوري بدري عشان باذن الله نقدر اللعيبه كلها تبقى مركزه والجهاز الفني يكون مركز على ماتش الوداد، وربنا ان شاء الله يوفقنا ونكون عند حسن ظن جماهير الاهلي ان شاء الله. كابتن احمد، والتوفيق في المرحله القادمه.